من بلد الأبطال وبتاع مشاكل، وجاب لأهله الكلام ونام على المسامير واشتغل سنين في الشارع. القوطة الحمراء سبب شهرته، ومنى زكي وش الخير عليه. صندوق أسرار الفنان علي صبحي نجم ولاد رزق 3، يا ترى إيه هي أسرار حياته؟ ليه منى زكي وش الخير عليه؟ وحكايته مع المسامير والإزاز؟ طبعا الحكايات كتير، وعلشان تعرفوها تابعوا معايا الفيديو ده للآخر. الفنان علي صبحي قالب السوشيال ميديا كلها الساعات اللي فاتت من بعد ما الجمهور شافه مشارك في الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق القضية، واللي خلاص اتطرح في السينمات. والصراحة الكل ساب الأبطال وبقى بيتكلم عن علي صبحي وعاوزين يعرفوا هو مين. طبعا علي صبحي قال في المؤتمر الصحفي للفيلم ببخ نار من بقي، وده كان قدام المخرج وبطل الفيلم أحمد عز. وطبعا الناس استغربت جدا هو يقصد ايه بالكلمة دي، بس خليني أعرفكم على أسرار من حياته. علي صبحي اتولد في منطقة شعبية جدا هي عين شمس، والمعروفة ببلد الأبطال والجدعان. مدرسته كانت في المطرية، وهو كان عيل معجون شقاوة وبتاع مشاكل، وأي حد معدي في الشارع كان لازم يتخانق معاه ويعمل مشكلة كبيرة. وطبعا ده كان جايب الكلام لأهله اللي هم أصلا ناس غلابة وفي حالهم وملهمش في المشاكل دي خالص، بس في نفس الوقت أهله مش قادرين عليه ولا عارفين يتعاملوا معاه إزاي ولا يعملوا إيه. وللأسف فضل الحال على ما هو عليه لحد ما بقى عنده تقريبا 14 سنة وهو عايش دور الشبح في الشارع. مش بس كده، لا ده ما كانش عاجبه اي حاجة خالص في حياته وبيتمرد على كل حاجة. ده حتى المدرسة رفض يروحها ويكمل تعليمه، وكل اللي بيعمله انه يقعد يرازي في خلق الله. ويعيني على اخوه الكبير لما شاف ان علي بدأ سلوكه ينحرف حبتين ومستقبله هيضيع، كلم واحد صاحبه مخرج مسرحي كان عنده فرقة مسرحية وقال له على وضع اخوه علي. هنا جه المخرج مع الأخ الكبير وقعد يتكلم مع علي لعل وعسى، وقال له كلمتين وهما ان ما ينفعش اللي بتعمله ده في حياتك، انت مستقبلك هيضيع واهلك ما بقوش ملاحقين على مشاكلك في الشارع مع الناس. ايه رأيك تيجي معايا تشوف عرض مسرحي؟ يمكن تعجبك المسرحية وتمثل معانا. وهنا وافق وراح معاه. عجبته جدا فكرة التمثيل لدرجة انه قال له انا معاك من دلوقتي، علمني اعمل ايه، وانا من ايدك دي لايدك دي. وبدأ علي مشواره في التمثيل على المسرح، والحقيقة انه ما اكتفاش بس انه يتعلم مسرح، لا ده كمان اتعلم مسرح حرفي وفي السيرك وازاي يبخ نار من بقه وينام على المسامير وكمان ياكل ازاز. ده من كتر حبه في الفن عمل فرقة مسرحية اسمها قوطة حمراء، وبقى ينزل الشارع هو وفرقته ويمثلوا فيه، وفضل على الحال ده سنين كتير لحد ما ربنا كرمه وبقى المخرجين والمنتجين يتعرفوا عليه. هوب رشحوا المخرج شاكر خضير في مسلسل تحت الوصايا بطولة النجمة منى زكي، ومن أول مشهد ظهر فيه وهو عمل ضجة كبيرة بين الناس بسبب شطارته وإبداعه في التمثيل. وعلشان كده منى زكي كانت وش الخير عليه، لأنه بعد شغله معاها اتعرض عليه أعمال كتير منها فيلم ولاد رزق الجزء الثالث. واللي ما يعرفش علي صبحي هقول لكم عنه، كان بطل فيلم علي معزة وإبراهيم، وتعرض لأول مرة سنة 2016 في مهرجان دبي السينمائي وحقق نجاح كبير جدا، وكمان شاركت معاه نهيد السباعي وأحمد مجدي. تفتكروا علي صبحي هيكون بطل فيلم باسمه في يوم من الأيام؟